انت نزلت يوم السبت اللي فات وسافر بكره ان شاء الله. ان شاء الله وصلت السبت وماشي بكره ان شاء الله. طب قبل ما نكمل على الرحله ورايح وجاي، انا حتى قبل ما بخش خالد طبعا من الاسماء الرنانه على 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 المستوى التنسيق الاعلامي، وقعدت كتير جدا في جنوب افريقيا. ايه رحله جنوب افريقيا؟ يعني قول لي بداياتك، بدات ازاي يا خالد لغايه ما وصلت جنوب افريقيا، ودلوقتي يعني مع يعني مع شخصيه اعتقد شخصيه هتكلمنا عليها طبعا موسيماني، لكن خلينا نتكلم خالد علي البني ادم المصري اللي طلع وعمل مشوار كبير جدا ووصل جنوب افريقيا. اللقطه دي جت ازاي؟ انا في 2002 يا كابتن هاني سافرت من مصر، 2002 رحت على جوهانسبرغ، كان عندي شغلي الخاص. طبعا 2007 كنت موجود مع اتحاد جنوب افريقيا، قابلت حضرتك هناك طبعا في 2007 مع الفرق المكلف من اتحاد جنوب افريقيا، مع الفرق اللي بتيجي الفرق العربيه موجوده في جنوب افريقيا، منسق معاهم الفرق الموجوده. 2016 موجود مع فريق ماميلودي سان داونز لحد دلوقتي. 2012 علاقتي كوتش بيتسو، مباراة شهيرة مع مكان ماسك منتخب جنوب افريقيا، ومباراة جنوب افريقيا فازت بيها على منتخب مصر وخرجتها من التصفيات 2012 1-0. ده كان علاقتي دي كانت اول علاقة بيك او اول اول مقابلة بينك وبين موسيماني؟ كان قبل المباراة باسبوع 2012 قعدنا ندردش ونتكلم في الكورة، الكوتش بيسمع، بيحب يسمع كتير. عارف من حاجاته لو ماشي في الشارع، لو بعربيته بيعبي بنزين، الناس بتتكلم معاه في الكوره اللي هي حتى بتعبي له البنزين بالعربيه، بيسمعهم، بيقعد بيسمع، مش بيزهق اللي هو بيقفل بابه وبيمشي، لا، انت النهارده عملت كذا، انت النهارده بيسمع وبيرد وبيمشي. انت من اصدقاء المقربين طبعا. دلوقتي طبعا انا عارفه ان انت من اصدقاء المقربين جدا طبعاً. كمان طبعا وعايزك تقرب لنا اكتر من موسيماني، يعني شخصيه موسيماني، فكره، ايه اللي كان بيقوله لما كان في سان داونز، ايه اللي كان بيقوله عن النادي الاهلي؟ في كلام كتير في الموضوع ده طبعا. كوتش بيتسو، ماميلودي سان داونز كان دايما 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 لما بيتكلم، كانت حتى بعض الجماهير بتطلع تهاجمني بتقول انكم بتنيمونا وبتتكلموا، لا الكلام انت شفت دلوقتي الراجل ازاي، حب النادي الاهلي. اي حد في الدنيا الهدف بتاعه الاساسي فريق النادي الاهلي، فريق مش انا اللي هنيجي نتكلم على فرقه النادي الاهلي، النادي الاهلي تاريخ، النادي الاهلي من 1907 موجود، النادي الاهلي ببطولاته بتاريخه، نادي القرن الافريقي، الناس كلها بتتكلم عنه في افريقيا، الناس كلها عارفاه. لما تبقى انت تقعد مع لعيبتك ودايما دايما الهدف انك توصل لعيبتك ازاي تبقوا زي لعيبه النادي الاهلي وتبقوا زي النادي الاهلي، دي في حد ذاتها كبيره جدا. لما يتكلم يقول بص على النجوم اللي على تيشيرت النادي الاهلي، قد ايه النادي ده عريق، قد ايه اللعيبه ده بالجهد وبالعرق، مش بالصدفه، مش بالصدفه تاخد بطوله يا كابتن، يعني حضرتك لعيب كوره مش أكيد بالصدفه طبعا، اكيد دي بتيجي من مجلس اداره، بتيجي من تخطيط، بتيجي من لاعبين، حب اللعيبه، ازاي تدي في الملعب، ازاي انكار الذات، ان انا لا انا بنلعب علشان خاطر الشعار. على فكره انتوا مش بس انتوا وراكوا جماهير عريضه طبعا، انت بتلعب عشان وراك جماهير عريضه مستنياك عايزه تفرح، فسبب الفرحه بتاعتنا هو النادي الاهلي.